تسعى شركة المياه والصرف الصحي في مدينة بني وليد لتشغيل كل الآبار الارتوازية لتوفير مياه للمواطنين حين انقطاع مياه النار الصناعي عن المدينة. ومن أهم الآبار بئر سويدا الذي يغذي أكبر منطقة ذات كثافة سكانية وهي منطقة الظهرة، حيث أن هذه البئر توقفت عن العمل منذ أكثر من سنة ونصف بسبب وجود عطل في المضخة. شركة المياه والصرف الصحي بالمدينة تحصلت خلال الأشهر الماضية على دعم متماثل في 7 مضخات مخصصة للآبار الارتوازية من منظمة UNDP. تأكيدات من القائمين على شركة المياه بالانتهاء من صيانة وتشغيل 4 آبار ارتوازية كانت متوقفة ومضخاتها متعطلة، وجري العمل على تشغيل 3 الأخرى حيث تنهي مشكلة المياه التي دائما ما تؤرق السكان عند انقطاع مياه النهر الصناعي.